صباح الخير. معالي الدكتور فارشان شوقي، معالي الدكتور زايد وزير التربيه والتعليم وزير الصحه والسكان، الاستاذ الفنان احمد من النساء والرجال والشباب والمتابعين، يسعدني ويشرفني ان اكون اليوم بمعية اصحاب المعالي ومعية الحضور الكريم على افضل المقامات وخاصه القياديين في وزاره التربيه والتعليم والصحه والسكان. ان اكون معكم اليوم باعلام عشر قواعد ذهبية للوقاية من بيروت مدن الرابعة للدارس، ولكن أكثر الإعلام تدشين سياسة واضحة للجمهورية الإسرائيلية لارتداد الرؤية واضحة، ومن ثم جهود الدولة المصرية على جميع المستويات في مجال الصحة والمتمثلة في وزارة الصحة والسكان والوزارات المعنية جميعا ان شاء الله يكون